متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تتواصل واندفاعات هذه الشعارات تتواصل هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان لوغان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث ينطلق هذا الشوط متابعينا الكرام، الشوط الرابع للجعدان المهجنات الأصايل، أيضا 6 كيلومترات هي مسافتنا متابعينا الكرام ضمن شارة الديوان الثامنة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط إلى شعار هلال بن سعيد بن حريك، المنهالي يتواصل في هذه اللحظات مع الأسد، بينما المركز الثاني هنا التواصل والقدوم في هذه اللحظة. مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، ننتظر هنا القادم في هذه اللحظات، هنا مشاهدي الأعزاء مع المركز الثاني والقادم في هذه اللحظات والمتواصل، شعار سالم بخليف بن سيود الدرعي يقدم شاهين، بينما ثالث الأسماء الوصول هناك أيضا متابعي الكرام من أيضا يتواصل في هذه اللحظات، مزيون وسليم بن سالم بن غزول العامري يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا مزيون في هذا أيضا في هذا المسار وهذا الاندفاع، بينما هناك التواصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء والمركز الرابع يقدم لنا المركز الرابع في هذا المسار، عبد الله بن مبارك بن حمد بن رميل العامري مع ناصي في هذا المسار، بينما المركز الخامس الوصول من مناور وسالم بن حمد بن علي العامري يتواصل في هذه اللحظات، أو هناك عاجل، نعم بالفعل، أسهيل بن حمد بن يطبع العامري يحمل الرقم 7 وليس الرقم 1 من خلال هذا المسار، بينما هناك الدخول والتواصل في هذه اللحظة والقدوم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذه التحديات على سادس الأسماء، يأتي هنا ضاري وم محمد بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي يقدم لنا ضاري في هذا المسار، بينما سابع الأسماء المركز السابع يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم شعار بن مرحومة يقدم لنا نبه، عمران بن حمد بن محمد العامري هنا مقدما لنا نبه في هذا المسار على 7 الأسماء، بينما المركز الثامن القدوم في هذه اللحظات من عديم وعبد الله بن صالح بن طرشوم العامري يقدم عديم في هذا المسار، مع المركز الثامن 9 الأسماء يتواصل في هذه اللحظات سياف وعمر بن سليم بدودة العامري مع المركز 9، بينما المركز 10 هنا التواصل من معزم وسليم بن مسلم بن غزول العامري. هذه النتيجة متابعينا الكرام للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى، لنا عودة إلى مقدمة الشوط. الشوط
شعبه بحكمه فخور ابو خالد اللي له اشار لا من حاضركم ولا حضور الهجر عندما تجار لا يلحق الموروث جار اشراف بالنقوة حرار اكرام موسى عالصدور منصور في الامر ثار يحل عسرة الامور لا من عزم بالامر صار إذن العودة متابعين الكرام إلى شعار المنهال يتواصل في هذه اللحظات ويقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي مع الأسد وهلال بن سعيد بن حريك. المنهال يتواصل في هذه اللحظات على الصدارة الأولى والمركز الأول بينما المركز الثاني هنا القدوم في هذه اللحظة والتواصل مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام ياتي في هذه اللحظات ويتواصل من خلال هذا المسار مع المركز الثاني مشاهدين الأعزاء وياتي في هذه اللحظة هنا مع هذا القدوم مع نبه عمران بن حمد بن محمد العامري يتواصل على ثاني الأسماء بينما ثالث الأسماء شعار بن غزول بدأ يتحرك في هذه اللحظات مع معزم وسليم بن سلم بن غزول العامري بينما هناك الدخول والتواصل منظاري لمحمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي بينما هنا التواصل على خامس الأسماء يتواصل هنا شاهين ويقدم شاهين سالم بن خليفة بالسيود الدرعي هنا يتواصل من خلال تواصل شعاره وانطلاقت هذا الاسم مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام على خامس الاسماء بينما سادس الاسماء هنا الوصول هنا القدوم في هذه اللحظات من ناصي وعبد الله بن مبارك بن حمد بن رميله العامري يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا الانطلاق وهذا الاندفاع ناخذ المركز السابع هنا كمشاهد الاعزاء شعار بدوده يتواصل هنا مع سياف عمر بن سليم بدوده العامري بينما هنا الدخول على ثامن الأسماء يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم هنا أيضا مع الشبابي سالم بن راشد بن ناصر أيضا الدرعي يتواصل مع الشبابي في هذا المسار بينما هنا القدوم في هذه اللحظة والتواصل مشاهدين الأعزاء والقادم في هذا المسار هنا مع المركز الثامن هنا سعار علي بن سالم بن طويرش العفاري يقدم شاهين في هذا التحدي وهنا الوصول هنا القدوم مشاهدين الأعزاء ياتي في هذه اللحظات الغزال سالم بن سعيد بن متعب العفاري هنا يتواصل مع الغزال في هذا المسار وهذا الاندفاع بينما هنا القدوم الآخر متابعينا الكرام ياتي هنا الشهم سالم بن سهيل بن صالح العامري عودتنا إلى مقدمة هذا الشوط بعدما أكملنا النداء لهذه الأسماء التي تتبادل فيما بينها والهدف هو الناموس الهدف هو الانتصار الهدف هو الانتصار العودة ما شاء الله هناك مع هذه الكوكبة ما شاء الله من الأسماء اللامعة والأسماء المميزة هنا على صدارة الأوليات شعار بن غزول يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا المسار والاندفاع ياتي مع معزم بهذا العزم وبهذا الإصرار على الصدارة الأولى والمركز الأول ولكن ضاري هنا بدأ يتحرك من ثعلوب على المركز الثاني على المركز الثاني ولكن هناك معزم بهذا الأداء الرائع والجميل هنا على الصدارة سليم بن مسلم بن غزول العامري هنا يقدم معزم في هذا التحدي وهذه المنافسة ما شاء الله بأداء رائع بانطلاق مميز على الصدارة الأولى هنا من خلال هذا المسار سلام معزم سلام سليم بن مسلم بن غزول العامري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني شعار بن ثعلوب مع ضاري محمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي بينما ثلاث الأسماء كان الدخول مشاهدين الأعزاء مع الشباب سالم بن راشد بن ناصر الدرعي إذن تهانينا والناموس لمن قدم لنا معزم سليم بن مسلم بن غزول العامري توقيت
توقيتها الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 9 دقائق 44 ثانية 53 جزءا من الثانية تانينا وناموس.